حبيباتي، كي راكم؟ راكم ملاح. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، هي عبارة عن تشيشة. التشيشة هذه شغل نديروها شغل كيما الطعام، فوروها كامل، شغل أكلة تقليدية. نحتاج في هذه الوصفة إلى هذه في هذه الوصفة إلى بوزلوف. بوزلوف هو كما نقولوا الكرعين والراس تاع الخروف، ولا بالدجاج. اللي بغي يديرها بالدجاج يديرها، اللي يديرها باللحم يديرها. انا حبيت اليوم نديرها لكم بالبوزلوف، على اكلة أصلية تشيشة بالبوزلوف. نحتاج الى بوزلوف قلت لكم، الى حبة بطاطا، شوية لي كاروت، ونص حبة تاع بصلة، وتشيشة. هذه تشيشة تنباع عادي، تتفور شغل تشيشة اللي تتفور، نجي كيما الطعام، حبتها كيما الطعام. نبداو على بركة الله. نجيبو قدرة تاعنا كبيرة. حبيباتي لقلب البوزلوف تاعنا نكونو غسلناه، نكونو شوطناه، غسلناه غاية الغاية، بعد درناه في قدرة كبيرة ودرنا فيه الماء والملح وحبة تاع بصلة وخليناه يغلي مليح. هنايا القدرة تاعنا نديرو فيها شوية زيت، نديرو بوزلوف تاعنا. هذا البوزلوف تاعنا حطيناه في القدرة، نديرو الخضر تاعنا، البطاطا والكاغوت. اما البصلة تاعي نطحنها ونحطها في القدرة. هذيك البصلة تاعنا بعد ما طحنتها نديرها عليها القدرة تاعنا. نديرو الملح، نديرو طماطم كونسنتخي أو طماطم معلبة، نديرو قد مغفرة كبيرة تاع الشعر ونزيدلها نص. عندنا هنايا كركم، فلفل عكري حار، فلفل اسود، وضفته هو راس الحانوت، والكمون، والكمون، وكيري تاع اللحم. هذا نوع من العطور تاع اللحم. نديرو القدرة تاعنا تتقلى، ومن بعد نمرق، نمرقوه نص القدرة ونخلوها تغلي. انا نديرها تتقلى بعد نرجع لكم. التشيشة تاعنا هادي، أنا درت غير كمية هاكا لاباس بيها، تكفي هادي. هاديك التشيشة تاعنا ندير فيها شوية تاع ما كيما هاكا، هاكا نغسلوها مليح. خلوها تستقطر واحد ربع ساعة قد ما تشرب هذاك الماء. الآن حبيباتي هايلا، بعد ما حليناها في الزيت بالزيت نديروها تفور. تطبخ نديرو التيشة تاعنا تفور. هاي التيشة تاعنا نديروها تفور، خلوها تفور واحد ربع ساعة 20 دقيقة. أنا بعد ما هاكا فارت نحاولو نضر شوية ماء هكا، نزيد نحلوها في هذاك الماء، نحلوها مليح كيما الطعام، فوروها 3 خطرات. هذا دملها الماء فقط، نخليها أنا تشرب هذا الماء ونعاود نديرها تفور. والآن بعد ما فارت هذه الثانية تاعك نرجعوها نحطوها في ال نديرو لها شويه ماء، نديرو شويه تاع ملح كيما هكا، نضيفولها شويه تاع ماء. نخلوها تفور هاد الخطره،
نديروها المرة الثالثة هذه ونتلاقاو ان شاء الله. هذه الطفولة الأخيرة، نتلاقاو من بعد تشوفوني كيفاش نديرها مع المسفور. كان يعني بعد ما فارت الشيشة تاعنا، هاي لا فارت كاملة، نديرو لها سمن درت لها انا مغرف كبيرة عمرة تاع سمن على حسب الكمية، ولا كانت عندكم الكمية بزاف ضعفوا كيما الطعام. دهنوها عادي كيما الطعام، ندخلو فيها داك السمن، شوفوا تجي كي الحبيبات، تجي حبة بحبة، ماكلتها بنينة، حاجة اقتصادية، حاجة التقاليد معروفة عنا هنا في الجزائر. شيشة بالمرقة، حبيباتي هاي التشيشه تاعنا بالخضر تاعها بالبوز اللي فلو قلت لكم عليه. هاي لا ثاني كلها المرقه تاعها، تجي شابه تجي بنينه تجي خاطره. نسقوها به وناكلو كيما الطعام. نتمنى حبيباتي الوصفه تاع اليوم تعجبكم. اذا عجبتكم لا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب ليصلكم كل ما هو جديد مني احبائي. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام مع فيديو آخر إن شاء الله.